لا بد أن يكون الجهاد تحت راية موحدة. ولهذا قال: مع كل إمام، إمام المسلمين يقودهم وينظمهم ويشرف على ويعد العدة ويسلحهم. لا بد من الإمام، لا بد الجهاد يكون تحت راية الإمام وبأمر إمام المسلمين حتى ينجح الجهاد. أما إذا كان بدون إمام وبدون راية فإنه يؤول إلى الفشل، يؤول إلى الفشل في النهاية. ولهذا قال: مع كل إمام، فدل على أنه يشترط وجود الإمام الذي يقاتل تحت رايته.